السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله وصفة جديدة لكيك شوكولاتة من غير فرن. بالنسبة للناس اللي سألوني عايزين كيك يكون من غير بيض او حليب علشان هم عندهم حساسية منه، فالنهاردة الوصفة دي فيها كذا ميزة، ان هي هتكون من غير فرن ومن غير بيض ومن غير حليب، وكمان هتكون وصفة صحية يعني مش هنستعمل فيها السكر الابيض او الدقيق الابيض. بالنسبة للناس اللي لأ عايزين الحاجات اللي بيكون فيها بيض وحليب علشان هو مفيد، فهسيب لكم ان شاء الله رابط فيديو هيبان دلوقتي اعلى الشاشة للوصفة اللي باينة قدامكم دي، برضو كيك صحي غرقان في القهوة والشوكولاتة، بس ده بالحليب وبالبيض او بالزبادي وبالبيض. اللي عايز ده يروح يشوفه. اما النهاردة بقى الوصفة هتكون خفيفة جدا، وتعالوا نشوف المكونات. هحتاج لنوعية كاكاو يكون كويس، وده الحقيقة نوع جديد لقيته في السوبر ماركت كان عليه عرض فقلت اجربه، بالرغم اني جربت كذا نوع من الكاكاو وحبيت نوع جدا وقلت مش هجرب حاجة غيره، ولكن مفيش مانع. ده امريكي كاكاو كده، بس هو طلع حلو جدا يعني. فاحتاج منه 4 معالق كبار. هحتاج للشوفان، وهستعمل الشوفان كامل الحبة وهطحنه في الوصفة هنشوف ازاي. بالنسبة لتحلية الكيك النهاردة هيكون بالتمر، اي نوع تمر متوفر عندك هينفع. انا هستعمل التمر السكري وهستعمل منه 11 واحدة، شايفين هو صغير مش كبير. عايزة فانيليا وعايزة بيكنج باودر، رشة ملح، عشان هو كيك قهوة وشوكولاتة فهستعمل نسكافيه. نوع الحليب اللي تحبيه، بالنسبة عشان ده الكيك نباتي فهستعمل حليب جوز الهند، لو ما عندكيش مشكلة في الحليب البقري استعمليه. وعايزة 1 كوباية من المية، كوباية المية دي بتكون دافية شوية، على طول هحط فيها معلقة صغيرة من النسكافيه سريع الذوبان وهحطها على جنب عشان تكون جاهزة معي. كيك سريع جدا مش هياخد في ايديكي اي مجهود خالص، وهنعمله بفكرة جديدة بالنسبة للتسوية. دلوقتي التمر ده انا شلت منه النقع، فهجيب اي طبق احط فيه دول 11 تمره زي ما قلتلكوا، صغير زي ما احنا شايفين كده. نقدر نزود، نقدر نزود على حسب ما احنا حابين. هحط الكوبايه الميه اللي انا حطيت فيها النسكافيه على التمر، وهحط 1/4 كوباية من حليب جوز الهند او اي نوع حليب زي ما اتفقنا. هحط الفانيليا، ولو ما عندناش فانيليا سائله كده نحط فانيليا بودره نوع الكاكاو اللي انا قلت لكم هجربه. هحط منه 4 معالق كبار. الخليط ده انا هستغله في حاجتين، هاخد منه حبه ان هم يبقوا الصوص اللي انا يعني هزين بيه بعد كده بدل ما اقعد اعمل صوص تاني، وكمان هو ده نفس الخليط اللي انا هستعمله للكيك. تقدري تستعملي الخلاط او تستعملي الهاند بلندر. تعالوا بقى نضربه الاول بالهاند بلندر كده دقيقة واحدة كده، هتلاقي كله بقى متجانس معاكي. وعلى حسب نوع التمر، لو التمر عندك ناشف نقدر ننقعه شوية مع المية، مع المية ومع الحليب يكونوا سخنين، ونحطهم فيه حوالي 3-4 ساعات لحد ما يطرى. دلوقتي انا عملت ايه؟ شلت شوية صغيرين من الصوص علشان استعمله في التزيين، حطيت رشة الملح، وهحط دلوقتي الشوفان. الشوفان انا مستعملاه كامل الحبة، وده افضل لو انت عندك خيار اللي انت تنقي الحاجة، اشتري دايما الشوفان كامل الحبة وطحنيه بنفسك. فكوباية وربع من الشوفان، وعليها معلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر، والهراسة هتكمل شغلها، مفيش اسهل من كده. حتى في طبق عادي ما عملتش اي حاجة صعبة خالص. وهطحن الخليط بتاع الكيك ده وهيكون جاهز معايا في 2 دقيقة. شايفين عمل ازاي؟ هو ده. تعالوا بقى نشوف طريقة التسوية، ودي طريقة جديدة. انا جبت حلة وحطيت فيها شوية مية صغيرين يسخنوا على النار، وجبت الكوبايات بتاعه الشاي، كوبايات العاديه، واعتقد ان الشكل ده موجود عندنا كلنا. حاولت اجيب كوبايات موجوده في معظم البيوت، اي كوبايات هتنفع، دي كوبايات عاديه خالص ورخيصه،
وده ورق كب كيك عادي خالص اي نوع لو عندك ده، او لو عندك حتى الشكل التاني التقليدي ده ينفع برضو. هتحطي جوه الكوباية الورق وبعدين توزعي فيه خليط الكيك. خليط الكيك اللي انا عاملاه هيكفي 6 كوبايات، حطيته بالمنظر ده عشان يكون سهل عليا جدا جدا في التنظيف بعد كده، ما حطش في الكوبايه وكمان ممكن يعني تلزق وكده، فحطيت الورق احسن بتاع الكب كيك. هحتاج اي شبكه زي كده، دي هستعملها في التسويه. الحله اللي انا كنت حطاها على النار حطيت فيها ميه سخنه، فهي الميه دي دلوقتي بتغلي. حطيت القطعه الشبكه اللي انا وريتها لكم دي، وهبتدي ارص الكوبايات. هرص 6 كوبايات اللي احنا عملناهم، وعلى اهدى درجة حرارة هتعملي البوتاجاز. ناقص كده واحدة، وسعه شوية عشان تسيعه بعد كده. كده خلاص تمام، هغطي عليه. واسيبه على اهدى درجة حرارة 30 دقيقة. بعد 30 دقيقة افتح، هختبره باي عود خشب كده. لما ادخل العود جواه ويطلع، مش هيطلع لي من جوه عجين. لو طلع حاجه بسيطه زي كده ممكن نسيبه 2 دقيقة كمان، وبعدين نسيبه يبرد خالص ما نطلعش الكوبايات دلوقتي. كوبايات ولا فرقعت ولا طقت ولا حصل لها اي حاجه دلوقتي بعد ما برد تماما. تعالوا بقى نشوف، كانوا 6 كوبايات وما زالوا 6 كوبايات، عشان قبل كده عملت كذا حاجة في الكوبايات وقلتولي ازاي ومش ازاي، فقدامكم كل حاجة. اهم حاجة ان انتي ما تشيليش الكوبايات وهي سخنة. كده طلعت الكوبايات بعد ما بردت، تعالوا بقى نقلبها ونشوف السهولة. الموضوع قد ايه بسيط جدا. الورقة اللي انا حطيتها هتسهل عليا ان الكيك يطلع بسهولة. اهو جميلة جدا. بس طبعا ده مش زي الكيك العادي، ده كيك من غير حاجات كتير موجودة في الكيك العادي، علشان كده الكيك ده بيكون يعني مش هش زي الكيك العادي، بيكون كيك سميك شوية، ولكن هو مرضي جدا. طعمه كله شوكولاتة، على حسب طبعا نوع الكاكاو. الكاكاو لما بيتحط معاه النسكافيه بيكون روعة، يعني من الحاجات الجميلة جدا، وكمان كده بيكون سريع ومغذي، نقدر ناكل واحدة في اليوم. لو احنا عايزين نحافظ على صحتنا ومش عايزين ندخن، فواحدة في اليوم كسناك او حتى كوجبة هتكون كويسة جدا. فاكرين شوية من الصوص اللي احنا شلناه على جنب وشوية من الرمان؟ اكيد الناس يعني اللي متابعيني شايفين ان انا بحب قد ايه شوكولاتة مع الرمان، وبيكون طعمهم حلو جدا. دلوقتي انا هحط شوية من الصوص وشوية من الرمان، بما انه موسم رمان فنستغله وناكل رمان على قد ما نقدر في الموسم بتاعه. بس خلاص، كوباية القهوة جنب حتة الكيك دي، وما فيش حاجة يعني ممكن تكون احلى من كده. نحاول نقلل ان احنا ناكل حلويات بالتدريج، واحدة بواحدة طبعا، مش مرة واحدة كده. لما نعمل كده ونحاول ان احنا ناكل الحاجات الصحية اللي هي ما فيهاش السكر، بعد كده هنوصل لمرحلة ان اي حاجة مسكرة بسيطة او طعمها حلو بسيط هيرضينا جدا، احسن بكتير ما نوصل لمرحلة ان لازم ناكل حاجة مليانة كريمة ومليانة شوكولاتة مليانة دهون عشان ترضينا، يجينا امراض ونضطر غصب عننا ان احنا ناكل حاجة تكون يعني مفيهاش اي طعم. دلوقتي انا مقدماها اهو مع كوباية من القهوة، وزي ما احنا متعودين اخر دقيقة في الفيديو دايما بتكون فيها المقادير مكتوبة علشان تكون سهل عليكي. اتمنى ان شاء الله النهاردة الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو تاني، ومع السلامة.